بقول لكم لما يبقى معرض الكتاب والندوة الأولى الافتتاحية فيها الكابتن محمود الخطيب، رسالة واضحة جدا جدا ورسالة مهمة وقيمة كبيرة جدا جدا. مصر كلها بتعتز بقيمة الكابتن محمود الخطيب والرسائل اللي اتكلم فيها. حتى نفس الكلام لما كنت بقول لكم في الانترو، الأهلي بيدور على يعني احتياجاته، صفقات الأهلي بيدور على احتياجاته تحديدا، كمان رسائل كتير الآلة. لكن خليني نتكلم أكتر، ومعايا مكالمة مهمة جدا من أحد أصدقائي الأعزاء والمتحدث الإعلامي لمجلس إدارة النادي الأهلي الأستاذ شريف فؤاد. مساء الخير يا أستاذ شريف. خالص تحياتي ليك إيهاب ومشاهديك الكرام وجمهور النادي الأهلي العظيم، وأشكرك يعني على هذه التقديمة لتنم عن طيب خلقك كالعادة. أولا حضرتك وحشني جدا وصديق محترم، وانا بعتز بيك على المستوى الشخصي، واضافه كبيره جدا جدا في منظومه النادي الاهلي. ربنا يخليك، ده من كرم اخلاقك يا ايهاب. يعني ربنا يخليك، بعتز بيك وبألمك وبإطلالتك دايما بتسعد بيها كل يوم. لو جينا يا استاذ شريف نتكلم عن ندوه الكابتن محمود الخطيب النهارده في معرض الكتاب، ويمكن انا كنت بقول ان رساله واضحه ورساله كبيره ان الكابتن محمود الخطيب يكون اول ندوه في معرض الكتاب السنه دي. والحقيقة خليني أقول لك إنه أنت عارف معرض الكتاب ده ثاني أكبر معرض على مستوى العالم، وهو أقدم معرض على مستوى العالم، وبيزوروا الحقيقة يعني ما يقرب من نصف مليون زائر خلال فعالياته. بتكلم النهاردة عن اللقاء الفكري، وهو فعلا اللقاء الفكري في هذه التظاهرة اللي انطلقت للجمهور بالأمس بعد أن تم افتتاحه يوم الجمعة كما تعلم إيهاب. كان الحقيقة الدكتور هيثم الحاج اللي هو رئيس الهيئة العامة للكتاب والمشرف على المعرض، والدكتور ايناس عبد الدايم وزير الثقافه، حريصين على يعني انه يكون رمز النادي الاهلي الكبير واسطوره كره القدم عبر مر العصور كابتن محمود الخطيب ضيف لهذا اللقاء الفكري، او احد اللقاءات اللي تتم مع قاده الفكر والراي في البلد، بحيث انه ينقل الحقيقه للشباب ولرواد المعرض ولجمهور المثقفين ولجمهور كره القدم عامه في شتى انحاء مصر تجربته الحياتية وتجربته الإنسانية، وكمان الموهبة، وإزاي قدر يحافظ على يعني تقدمه وتفوقه وتأنقه وتألقه إن صح التعبير طوال هذه السنوات. ما فيش اثنين بيختلفوا طبعا على نبل مشاعره وعلى أخلاقه. فالحقيقة الكابتن محمود الخطيب رغم ظروفه النهارده، أنت عارف إن كان في اجتماعات كتير طبعا، وكان في توقيع بروتوكول مع جهاز المشروعات، قطع هذه الاجتماعات وحرص على الحضور برفقة السيد وزير العمري فاروق العمري وزير الرياضة الأسبق و نائب رئيس النادي، وكمان كان موجود الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس الاداره، والكابتن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، علشان يلتقي جمهور المعرض. ورغم الالام اللي في رجله زي ما انت عارف ايهاب، اصر ان هو يقف احتراما للناس اللي جايين الحياه كل حد مصاب من الساعه 3 ومنتظرين ميعاد الندوه، ويجاوب على كل الاسئله واتكلم. يعني لو انت توقفت امام كلمته الافتتاحيه كان بيتكلم فيها عن نوع من كفاحه، ازاي ان هو طبعا يعني كان بينتمي الى اسره متوسطه الحال، وكان بياخد قرش عشان يجي من عين شمس للنصر لنادي النصر في مصر الجديده. يعني الحقيقه لا تملك الا انك تقف بكثير من التقدير والاحترام لهذه القامه اللي بيدي الحقيقه المثل والقدوه لشبابنا، لانه ما فيش حد بيبدا كبير، كل انسان بيبدا صغير، لكن بالعمل والاخلاص والاجتهاد بيصل الى ما يصبو اليه. فالحقيقه كانت انا شايف ان هي ندوه في المضمون مهمه جدا، وخرجت منها مجموعه من الرسائل اللي بتؤكد قيمه النادي الاهلي وبتؤكد قيمه الكابتن محمود الخطيب. ولا اخفيك سرا الحقيقه انه الناس اللي انا وقفت معاهم بعد الندوه من الشباب وكبار السن وحتى النشأ اللي جم، قد ايه كانوا سعداء ومبسوطين. وهي دي بقى قيمه النجم ورمز من رموز القوى الناعمه المصريه كابتن ايهاب، ان هو ينقل هذه التجربه الحياتيه والانسانيه لشبابنا والناشئنا علشان يتعلموا منها ويتاكد ليهم ان بلدنا بخير طول ما هي بتمتلك الحقيقه قامات زي الكابتن محمود الخطيب. استاذ شريف اكيد شباب كتير جايه شايفه مثل وقدوه قدامهم عايزين يتعلموا منه ويسالوه، اكيد كان في بعض الاسئله الشخصيه، ولكن اللافت للامر ان كانت كلها اسئله الساعه واسئله رياضيه واسئله متخصصه اكتر في الصفقات وفي النادي الاهلي والحديث عن محمد صلاح والحديث عن علاقه الكابتن محمود الخطيب برؤساء الانديه الاخرى. كانت بصراحه ندوه يعني مكتمله وممتلئه بالمعلومات وبالكلام والقيم المحترم.
صحيح. يعني انت تعلم طبيعه الشخصيه للكابتن محمود الخطيب، طبيعته الشخصيه ودمافه خلقه الحياه كابتن ايهاب. يعني الرجل فعلا يعني دون تجمل الحقيقه، انت يعني يمتلك قلب من الالماض صح التعبير، وطيبه وكرم اخلاق متناهي، والحقيقه فكره انه كمان بيجلس على مقعد رئيس النادي الاهلي فهو يقدر تماما قيمه طبعا هذا الكل، رغم انه خطيب صوره ومعشوق كره القدم عبر العصور. فالحقيقه وهو بالصدق انا المس هذا، لان يعني الحقيقه انا من حسن حظي اني قريب من الرجل الفتره الاخيره، واعلم يعني كيف يفكر، واعلم امكانياته العاليه، واعلم حجم ما يحمله من تقدير واحترام لكل الناس. يعني استاذ شريف، اكتر حاجه لفتت نظرك النهارده في الندوه؟ والله تعامله مع الاطفال الصغيرين كابتن ايهاب، مش ممكن. يعني الولد الشاب الصغير او الناشئ بعد 10 سنين، يعني طفل يعني جاي من القاهره الجديده، مشوار من الساعه 2 قاعد في الكرسي حاجز الكرسي، وحضر ندوه قبلها عشان يضطر يحضر نادي الكابتن محمود الخطيب، وجاي يساله بقول له انا ما بقدرش اوصل لاكاديميات النادي الاهلي الموجوده في القاهره، فامتى تعمله في المحافظات علشان نقدر يعني نسعى بهذه الاكاديميات ونتقدم بيها. فالحقيقه شيء يسعدك، يعني هذه الدماثه في اخلاق الكابتن محمود الخطيب، وحرصه على انه يلبي كل طلبات الناس. والغريب انه رجع بعد ما انتهى من ندوه كابتن ايهاب على اجتماع اخر في النادي، لان انت تعلم ان مجلس الاداره عنده استراتيجيه مهمه جدا، وشبه متفرغين ومقيمين في النادي اقامه دائمه. بالظبط. كابتن محمود الخطيب وكل اعضاء مجلس الاداره، ويعني اؤكد لك ان شاء الله يوم الاربعاء القادم بعد اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي رقم 6 هيكون عندنا مجموعه كبيره من الاخبار الطيبه على كل مستويات، سواء لاعضاء النادي الاهلي والخدمات الاجتماعيه والصحيه والانشائيه وخلافه، او لجمهور النادي الاهلي فيما يتعلق، هم عايزين يطمنوا طبعا على فريق كره القدم وعلى كل الرياضه في النادي، وايضا بالنسبه لمحبي النادي الاهلي بشكل عام، وعن استراتيجيته في مجال انشاءات الاستاد الجديد، لتطوير البنيه التحتيه. يعني هيكون عندنا جمله من الاخبار ان شاء الله طيبه بعد ما يعتمدها مجلس الاداره، رفعها بالفعل المكتب التنفيذي، ان شاء الله نسوقها عبر قناه النادي الاهلي الحبيبه اللي هي بتنقل المؤتمر الصحفي اللي بيعقد مجلس الاداره بشكل حصري ان شاء الله. وكمان هيكون في نهايه شهر فبراير، وده خبر حصري لحضرتك وللبرنامج ولقناه النادي الاهلي، يعني 21 او 22 فبراير هيكون في مؤتمر ضخم النادي هيقيمه بشان الاعلان عن كل ما يتعلق بالرؤيه التخطيطيه بقى والتنفيذيه. يعني احنا اتكلمنا عن استراتيجي، تمام، هنتكلم بقى عن خطوات. ده اللي عايز اتكلم معاك فيه يا استاذ شريف. طبعا الاهلي بيوقع بروتوكول تعاون مع جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه لتطوير منشاته، ده اللي هيتم الاتفاق عليه على امور معينه، واللي هيتم اعلانها بالكامل لخدمه اعضاء النادي الاهلي. صحيح. يعني الحقيقه انه هذا البروتوكول اللي وقع النهارده كابتن ايهاب هو مقدمه او توطئه انه شركات هذا الجهاز الوطني العظيم طبعا التابع للقوات المسلحه يدخل بكل قوه في فروع او مقار النادي الثلاثه، احنا ما بنتفرقش من اي مقر للنادي الاهلي واخر، طبعا في الجزيره وفي مدينه نصر وفي الشيخ زايد، في مجموعه كبيره من التراخيص جاهزه. الجهاز هيستخرج باقي التراخيص بناء على هذا البروتوكول، عندهم استشاري على اعلى مستوى واساتذه كبار في مجال الهندسه المعماريه والانشائيه وخلافه، هيبداوا يشتغلوا الحقيقه فيما يتعلق بتطوير المبنى الاجتماعي في النادي الاهلي في الجزيره، بالاسوار، بالبوابات، فكره هدم استاد التتش يعني مع الحفاظ على جانب منه كجزء تاريخي، تمام. في مدينه نصر فيها عمل دؤوب، تطوير المنطقه الترفيهيه، انشاء حمام سباحه جديد، مضمار لالعاب القوى، انشاء حديقه اخرى للاعضاء في مكان ملاعب التنس القديمه، انت عارف حضرتك انه تم انشاء 9 ملاعب تنس جديده لجوار ملاعب كره القدم، تطوير ملاعب الناشئين، الشيخ زايد على طول هيبدا العمل في المبنى الاجتماعي مع رؤيه مختلفه الحقيقه، لان مساحه كبيره الشيخ زايد اكثر من 100 فدان، وانت عارف ان الاستاد كمان مش هيقام هناك، بالظبط، في فلسفه وفي رؤيه وفي استراتيجيه لاستغلال هذا المكان بشكل يليق باسم النادي وباعضاء النادي. ده على الجانب الاعضاء، زي ما الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته وعدوا في الحمله الانتخابيه وعملوا برنامج عائله الاهلي، هو ملتزم والزم نفسه بيه، واعتقد ان شاء الله انه بقليل من التوفيق يعني هينفذوا هذا البرنامج قبل المده الزمنيه اللي الزموا نفسهم. استاذ شريف، اخيرا كابتن محمود اتكلم عن المدينه الرياضيه للنادي الاهلي، مش الساد بس، المدينه الرياضيه للنادي الاهلي، وقال ان في خلال 10 يعني
ايام هيتم تحديد المكان اللي هتقام عليه هذه المدينة الرياضية الكبيرة. يعني المكان شبه محدد وشبه جاهز يا كابتن ايهاب، هو بس المستثمرين هيكون لهم الراي الاخير مع الحكومه المصريه في اختيار المكان، يعني هما قطعتين ارض قريبين من بعض طبقا للامور الهندسيه بقى وسهوله الوصول ليهم والمرافق والامور اللي حضرتك عارفها دي. تمام. هيتم المفاضله بينهم، وطبعا زي ما قلت لحضرتك انه ده هيكون في شرق القاهره مش في غرب الجديده، مش في الشيخ زايد، دول هيكونوا يعني قريبين من القاهره الجديده والعاصمه الاداريه الجديده وما الى ذلك. المستثمرين بمجرد ما يحددوا الارض هيبداوا الخطوات الفعليه للتنفيذ. النادي الاهلي اختار الاستشاري بتاعه، عنده استشاري على اعلى مستوى، هم كمان بشكل مبدئي اختاروا الاستشاري بتاعهم. المفترض انه هيتم التوافق على الشركه الوطنيه او الجهاز الوطني اللي هينفذ هذا المشروع، وبمجرد بدء التالي احنا بنتكلم في 36 شهر او اقل هيكون لدى النادي الاهلي المرحله الاولى من المدينه الرياضيه العالميه اللي هتضع في مصاف الحقيقه الانديه العالميه، وهيكون عندك استاد ان لم يكن رقم واحد في العالم فهو واحد من اجمل ثلاث او اربع ملاعب على مستوى العالم، وهذا امر يستحق النادي الاهلي ويستحق جمهور النادي الاهلي. كابتن ايهاب احنا تاخرنا قوي في هذا الموضوع، لكن الحقيقه بقدر ما بتعمل وبتجتهد وبتعطي بيكون فيه المكافاه. كابتن محمود الخطيب مخلص بكل جوارحه الحياه للنادي، انا ارى هذا الرجل لا يغضب ابدا الا لشيء يتعلق بحدود النادي الاهلي وبقدرات النادي الاهلي وبمعايير النادي الاهلي، تجده منتهى الهدوء ودمثة الخلق والمتعارف عليها، لكن الامر لما يتعلق الحقيقه بالنادي الاهلي او ببعض قيمه او تقاليده او اعتداء عليه او حقوقه بتجد شخص ثاني ابدا لا يتسامح ابدا في حقوق النادي الاهلي. فهو الحقيقه بيعمل ليل نهار بيجي على نفسه، احنا الحقيقه بنتمنى عليه انه ياخد باله من صحته شويه ويعني انه يستريح قدر الامكان. الراجل كل يوم الساعه 11 صباحا. استاذ شريف مفيش راحه اليومين دول وانت عارف كده وانا عارف كده، لسه بدري على الراحه، ربنا يعينه. بشكر حضرتك جدا على هذه المداخله القيمه وايضاح بعض الامور.